اللي شافكم في الخسران ما لازمش عايزك تحنا غادي في الخسران احنا دي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم غادي يكون حول التطرف. كيف كتشوفوا في هاد الايام يعني داك الاعتداءات اللي على المسلمين في الهند؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كاين واحد التصور بالخصوص في الغرب هو يعني فين ما كنسمعوا التطرف يعني كيمشي التفكير ديال الانسان غير عند المسلمين، وكأن المسلمين يعني اختصاصهم هو التطرف. ممكن هذا ناتج على بعض المسلمين اللي ما كيفهموش الدين ديالهم ولا يفقهون فيه شيئا، وكيدعموا من جهات يعني معاديه لتشويه صوره الاسلام، زائد الاخبار الغرب اللي كيدخموا الموضوع ويعني وتركيزهم كلهم على هذا الموضوع اللي هو بان المسلمين دائما تيكونوا ارهابيين ولا متطرفين. وفي نفس الوقت كننساو التطرف اللي كيوقع كل يوم من تطرف صهيوني. ما ننساوش المجزره مؤخرا اللي وقعت في واحد المسجدين في نيوزيلندا اللي استشهد يعني مشى 51 شهيد استشهد فيها. خلينا نشوفوا مع هاد الحوتله شنو قال على هاد المجزره. الو ولك بارودي وسياره وحيط لي كاميرا وبالاخر على 50 واحد 100 عزو شحاري دقه. الله يسلم زياتك. بس لا والله ما حبزي هيك يا محبزي. ليه خلص لي امورك كلها هلا قاربي نيوزيلندا وتعالى عندي. تعال ببعتك لمحل ولو ولك شو الرزق فوق بعضه. ولك ايه على مكه على مكه السعودي ببعتك على الحج. ليك رايح لي على 50 واحد فقيرين هنيك. خلص لي شغلك بنيوزيلندا وتعالى عندي. يلا هاي بدي فيزتك تروح على الحج بمكه هنيك الرزق. لعنة الله عليك يا حتلة العرب. ألا تعرف بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نرجع لموضوعنا. موضوعنا هو واحد الخنزير واحد الحلوف يعني كان ناعس في الصباح جات له فكرة وهو أعلن كراهيته للمسلمين وبالخصوص المغاربة بحال تقول رحنا واكلين الورد ديال باه ولا ما نعرف شنو. هاد الحوتلة الخنزير هو زعيم حزب الحرية اليميني خالد فيلدرز اللي 56 سنة من أب هولندي وأم إندونيسية. يعني من صغره هو عنده كراهية ضد المسلمين. وباش غيبدأ هاد الحوتلة يعني يبين العداء ديالو هو بصنعه إنتاج لواحد الفيلم يعني معادي للإسلام. هاد الفيلم سماه فتنة اللي عمل جميع المحاولات باش ينزلها للنيت، ولكن بجهد الله سبحانه وتعالى كاينين اخوان اللي تينزلو بدقيقة تيتشال داك الفيلم يعني ما تيبقاش خلاو له في الفيديو تيب ديالو. ناض مرة اخرى اش غندير علن يعني في واحد التغريدة بتويتر ديالو على مسابقة يعني رسوم كاريكاتيكارية مسيئة للرسول محمد صلى الله الحبيب وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. ولكن بعد الانتقادات اللي حصلت ضده يعني لا في الشارع الهولندي ولا في الحكومه الهولنديه وحتى الحكومه ورئيسها يعني اتهموه يعني بان هذه المسابقه بانها سوى استفزاز للمسلمين ويعني ما عندها علاقه لا بحريه الاسلام ولا بحريه المسلمين تجاه الاسلام لا علاقه. ومن ثم اتلغت هذه المسابقه يعني. ومنين سولوه يعني في الميديا تيقول لهم يعني تعرضت علاش لغيت المسابقه تعرضت لتهديدات بالقتل. من ناحيه التهديدات راه كيتعرض دائما ويعني حتى القوه اللي كانت تصاحبه من يعني من جيب الدوله الهولنديه يعني كلف ميزانيه ديال البودي كارد يعني الفريق اللي كيحميه. اش غيدير من بعد وهو اعلن في واحد الحمله انتخابيه بطرد جميع المغاربه من هولندا وكانت هذه هي الضربة القاضية. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder. Dan gaan we dat regelen. Ben je welkom en anders is dat niet zo. Het
tweede wat ik zou doen, misschien wel het eerste wat ik zou doen, is om te beginnen de immigratie stoppen. Ik zou de immigratie van mensen uit moslimlanden meteen stoppen, bevriezen. Geen immigranten meer uit moslimlanden erbij. Dat zou mijn tweede stap zijn. En een derde stap zou zijn inderdaad dat ik mensen die een dubbele nationaliteit hebben en die een... كان زاد ديال الضربه القاضيه ديالو اللي تسجلات ضده يعني الاف تحررت الاف المحاضر ضده تهم فيها بتحريضه على العنصريه والتطرف وصدر حكم ضده من طرف المحكمه الهولنديه مهما هاد الاتهامات كلها ضده تبقى رد الخنزير الحتاله بان هذا يعني حريه التعبير هو حر في تعبيره ولكن القضيه ماشي هي هذيك ومن حقه يقول اللي بغى وهدفه هو القضاء على الإسلام والمسلمين في هولندا ولهذا السبب الحتلة والحزب دياله يعني بدأت يفلسوا يعني الحزب بدأت يعلن عن الإفلاس مؤخرا في شهر مايو الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي فقد الأربع مقاعد اللي عنده تماك وزائد هذا ما غيكون السبب لانهم ما معشوقينش في الاسلام والمسلمين يعني راه كاين حزب اخر متطرف يميني راه عنده طلع ثلاثه المقاعد في البرلمان الاوروبي غير الحتلة كان يعني كان تيعترض حتى على الاتحاد الاوروبي وهنا الاغلبيه ديال الهولنديين يعني مؤيدين فكره الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ولا البقاء في الاتحاد الاوروبي وهذا يعني هذا السبب الوحيد اللي خلى الشعبيه ديال الحتلات يعني تنخفض تدريجيا ما العداء والتطرف والعنصريه راهم ديما كاينين وديما غيبقاو الحتلة من شاف الشعبيه يعني ديالو كتقل شنو قال يدير مره اخرى يعني اعلن مره اخرى على المسابقة يعني الرسول المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم هذا هو موضوعنا مع هذا الحتلة نطلب من الله يعجبكم ما تنساوش لايك أبونيرا والسلام عليكم تل الفلوق ولا الموضوع الجاي تشوس